لا شيء سوى تطبيق القانون هو كل ما يطالبن به الأمهات هنا في عدن. ومن أمام منزل وزير الداخلية الميسري، هذه وقفة جديدة لرابطة أمهات المختطفين لمطالبة الحكومة بالوفاء بوعودها والإفراج عن المخفيين في السجون التي يشرف عليها التحالف. أكثر من عامين ومطالبات الأمهات متكررة ووقفاتهن متواصلة من أمام مقر التحالف إلى قصر المعاشيق إلى منزل وزير الداخلية ولا مجيبة حسب قولهم. كلها عبارة عن توافق، يعني وعود كذا. لم نرى شيء في الحقيقة إلى هذا اليوم، ونحن لم نسمع صوت ولدنا، وكل الأمهات الموجودات معي لم يسمعوا صوت أولادهم. طبعا نحن نناشد كل من بيده الأمر، إن كان رئيس الدولة أو من تولى أمرنا وكل من له مسؤولية، أن يخبرنا أين أولادنا. سؤال من أبسط حقوق الإنسان المطلوبة في الأرض، نريد أن نعرف أين أولادنا. الكشف عن مصير العشرات من المخفيين قسرا في سجون وأماكن الاحتجاز بالمحافظة هو مطلبهن، وعلى الرغم من أحقيته القانونية وبساطته، ما زال المختطفون وحتى اللحظة مغيبين دون أي مسوغ قانوني في سجون يتعرضون فيها لأبشع أنواع التعذيب وفق تقارير دولية. في بيان للوقفة قالت الرابطة إن إرسالها لكشوفات المخفيين ومتابعتها للجهات الحكومية في وقت سابق أثمرت في الإفراج عن أكثر من 50 مختطفاً، وتم الكشف عن مصير 3 والسماح لعائلاتهم بزيارتهم، إلا أن عملية الإفراج توقفت بعد ذلك وبقي العشرات معتقلين بدون أي تهمة. خرجت مجموعات ومجموعات، لكن هذه المجموعات اللي خرجت عبارة عن تغطية عن المخفيين حقيقة، لأن المخفيين القسريين إلى هذا اليوم لا قضية، لا عادل، لا عدالة، لا نعلم أينهم، لم نسمع أصواتهم. طيب إذا كانت تخرجوا عن مسجونين قدم أهاليهم وزوروهم يبي رحمة، لكن أين المخفيين القسريين؟ كثيرة هي أسئلتهن، كما هي أوجاع ومخاوف قلوبهن المفطورة، ولا حيلة لديهن إلا انتظار العدالة وعطف من يعول عليهم تحقيقها.